السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية السفر في منام المتزوجة يدل على آمالها وتعبها مع أسرتها، وإذا رأت أنها تسافر برا في الحلم فهذا يدل على تنظيم أمور عائلتها، ورؤية السفر بالطائرة في منام المتزوجة دليل على نيلها العز والرفعة بين الناس. أما رؤية السفر بالسيارة في المنام المتزوجة فيدل على تحملها مسؤولية أسرتها. إذا كانت المرأة متزوجة تسافر بالسيارة في الطريق مظلمة في المنام فهذا يدل على خوضها بالمعاصي والذنوب. أما رؤية السفر مع الزوج في المنام المتزوجة فدليل على مشاركته المسؤوليات المنزلية، ورؤية السفر مع الابن في المنام المتزوجة دليل على الاهتمام بشؤون الأبناء في جميع مراحلهم العمرية، ورؤية السفر مع الأهل في المنام المتزوجة يدل على حسن برها وطاعتها لزوجها. وعرقلة السفر في المنام المتزوجة دليل على مواجهتها للصعاب والمتاعب في تشييد أمور بيتها، ورؤية شخص يسافر في الحلم مع المرأة المتزوجة دليل على وحدتها وتحملها المسؤوليات لوحدها. ورؤية الرجوع من السفر في المنام المتزوجة دليل على تأديتها واجباتها على أكمل وجه. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله.